الآن ننتقل إلى حل المتراجحات. طريقة حل المتراجحة هي نفسها طريقة حل المعادلة. شو الفرق ما بين المعادلة والمتراجحة؟ المعادلة فيها تساوي، المتراجحة فيها هذه المتباينات، هذه أصغر أو تساوي، أكبر أو تساوي، أكبر تماماً، أصغر تماماً. درسنا في السنة الثالثة خواص المساويات وخواص المتباينات. غادي نحتاج خواص المتباينات جدا في هذا في المتراجحات. صحيح؟ لو عندي متراجحة ولا متباينة، كي نضيف لها عدد موجب ولا نطرح منها عدد موجب ولا نضربها في عدد موجب، نضيف لها عدد موجب ولا نطرح عدد موجب، غادي متباينة تبقى كما هي. إلى أكبر تمام تكون أكبر تمام. فقط تتغير في حالة واحدة، كي نضربها في عدد سالب ولا نخصب في عدد سالب، تتغير الاتجاه تاعها. إلى هي أكبر تولي أصغر. صحيح؟ تماما تبع تماما، أو تساوي تبع أو تساوي. قالك حل المتراجحات التالية. طريقة حل المتراجحة نفسها طريقة حل المعادلة. مجاهيل في طرف، المعالم في طرف. أي عندي 9 إكس زائد 3 أصغر أو تساوي 6 إكس ناقص 7. هذا الجزء الاول في المتراجحات، غادي نديرو الجزء الثاني. صحيح؟ هاي شنو يعطينا؟ 9 اكس 6 اكس كي نقلها شنو تولي لنا؟ ناقص 6 اكس اصغر او تساوي ناقص 7 وزائد 3 كي نقلها شنو تولي؟ ناقص 3. نحسب شحال تعطينا؟ تعطينا 3 اكس، 9 اكس ناقص 6 اكس تعطينا 9 اكس اصغر او تساوي ناقص 10. دروك حنا هذا الطرف ما يهمنيش، اللي يهمني هو اللي راه مضروب في اكس. هنا نتوقف، اللي مضروب في اكس، كي راه العدد موجب متباينه تبقى كما هي، اذا كان راه سالب نغير الاتجاه تاعها. اكس اصغر او تساوي ناقص 10 على 3. الان في المعادلات كنا نكتب اذا للمعادله حل او حلان. في المتراجحه ما نكتبش للمتراجحه حل، في المتراجحة يوجد ما لا نهاية من الحدود. إذا نكتب كل قيم إكس، شكاين هنا؟ الأصغر أو تساوي من، شكاين هنا؟ ناقص 10 على 3 هي حلول لهذه المتراجحة. نكتب الجمل، يعني كاع القيم الأصغر من ناقص 10 على 3، ناقص 10 على 3 تعطينا 3 فاصل، ناقص يعني ناقص 4، ناقص 6، ناقص 8، ناقص 100، هذو كلهم يدخلوا في الحلول، تحقق لي المتباين تاعي. كي نجي الصفر، هل الصفر أصغر من ناقص 10 على 3؟ خطأ، الصفر راه أكبر، كاين اللي يكونوا في الحلول وكاين اللي ليست حلول. قال لك كل قيم الإكس الأصغر من أو تساوي هي كلها حلول. نروح المتراجحة الثانية بنفس الطريقة. شا قلنا نديرو؟ مجاهيل في طرف، معالي في طرف. شا نعطينا؟ 4 إكس زيد ناقص 2 إكس أكبر أو تساوي ناقص 5. هذا النقلة كي من شا يعطينا؟ ناقص 7. 4 إكس ناقص 2 إكس شا تعطينا؟ 2 إكس أصغر أو تساوي ناقص 12. إكس هنا العدد كي راه موجب متباينة تبقى كما هي، ناقص 12 على 2. هذه نقدر نحسبها ولا ما نقدرش؟ نقدر. شحال تعطينا؟ ناقص 6. إذا شنو نكتب دروك؟ كل قيم الإكس الأكبر أو تساوي من ناقص 6 هي حلول لهذه المتراجحة. صحيح، قال لك الأكبر، أعطوني عدد أكبر من هذا. ناقص 7. ناقص 7. ناقص 5. ناقص 5 أكبر من ناقص 6. زيد. ناقص 3. ناقص 2. 1. 0. 0 أكبر من ناقص 6. خاطرش الأعداد راهي أكبر من الأعداد السالبة الموجبة. الربعة. 10. 100. مليار. إلى آخره. هذو كاع الأعداد راهي ما لا نهاية. من ناقص 6 إلى ما لا زائد ما لا نهاية. إذن هي كلها حلول لهذه المترجحة.
شو قلت لي؟ درك نروح المتباينة الثانية ولا المتراجحة الثانية، شنو نكتب؟ هيا قولوا لي. 6 اكس ناقص 2 اكس أكبر تماما من ناقص 5 زائد 1، شنو تعطينا هنا؟ 4 اكس أكبر تماما من ناقص 4. القيمة اللي مضروبة في اكس كي دايرة؟ موجبة. المتباينة تغير ولا تبقى كما هي؟ تبقى كما هي. اكس أكبر تماما من ناقص 4 على 4. نقدر نبسط ولا ما نقدرش؟ نقدر. من ناقص 1. إذا نكتب كل قيم اكس شكاين هنا الأكبر الأكبر تماما تماما من ناقص 1 هي حلول لهذه المتراجعه. دائما نكتب هذه الجمله الرياضيه. كاين جمله واحده اخرى انا اللي نعتمد عليها بزاف هي هذه، من بعد نعطيكم الصيغه الثانيه. هيا اعطوني ذي شنو نكتب؟ 7 اكس ناقص 4 اكس اصغر تماما من زائد 3 ناقص 2. هذه شحال تعطينا؟ تعطينا 3 اكس أصغر تماما من واحد. الإكس هنا كي راه موجب متباينة غادي تقعد كيما راهي، واحد على ثلاثة. شنو نكتب دروك؟ كل قيم إكس الأصغر تماما من واحد هي حلول لهذه المتراجحة. صحيح؟ واه كي تعطيك هذه كتب تماما، كي يعطيك ذيك كتب او تساوي. ندير المجال في طرف مع اللي في طرف. نحسب 7 اكس زائد 2 تقدر تحسبها؟ ما نقدرش، ما نجمش نحسب مجهول مع واحد معلوم. مجال في طرف مع اللي في طرف، وكأنك تحل في معادلة. غير تجي في ذي المرحلة توقف. كي راه موجب خليها كيما راهي، يكون سالب بدل. راك نديروها في الجايه ان شاء الله.